بعد ما احتار أيوب بأمره مكان قعدته ونظراته اللي كلها سيادة وشموخ وقت استدعوه الروس مع معلمه بشار بنص الليل، لقى أنه من الضروري يعمل زيارة سريعة على طهران كرد اعتبار، وهنيك على القليلة رح يحصل على كرسي وياخد كم صورة مع وزير اللطم والحرب الكرتونية. المهم وصل أيوب على طهران حامل معه وسام بطل الجمهورية العربية السورية اللي منحه بشار صاحب السيادة والاستقلال لقاسم سليماني كعربون شكر على جرائمه اللي ارتكبه بحق السوريين. عيلة سليماني استلمت الوسام وضافته للبكج اللي بيتضمن خاتمه الشهير وبدلته اللي ما بقي منه غير ريحة رفيق إجرامه أبو مهدي المهندس. جمهور الشبيحة لما شافوه الوسام مغلف بعلبة وطاير على بيت سليماني بلشوا بكي ونواح وكالعادة عالصامت. إنه معقولي شبابنا اللي ما يموتوا على الجبهات وما يدافعوا ويدفعوا أرواحي؟ أبتعطوه غير ساعات حيط وسحاحيط برتقان وكم عنزي جرباني؟ أبيستحقوا أوسمة البطولة يعني؟